سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمن رسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. طبعا نحن نستأذنكم بأننا عملنا يعني قليل من التغيير في البرنامج، فكان يفترض أن يدير الجلسة الدكتور عثمان، ولكن لظروف عندنا يعني نحن ندوة أخرى إن شاء الله فتبادلنا المكان، وإن شاء الله في كل خير بإذن الله يعني. وطبعا كان مكتوب في البرنامج أيضا الدكتور مازن في الافتتاحية، ولكن الدكتور مازن من جامعة قطر، لكن الدكتور محمد الخليفي اللي هو عميد كلية القانون هو الذي كان متواجد، وفيه أيضا الخير كله يعني. الله سبحانه وتعالى خلق يعني الكون وبما فيه، وأنزل من قوانين ونواميس تحكم هذا الكون. في الطبيعة الأول هناك قوانين تسير عليها الطبيعة، وأيضا في الخلق، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن هناك قوانين سماوية في الطبيعة وفي الخلق بصفة عامة. والإنسان يعني وجد نفسه انعاش الحياة بلا قائد يقوده، اللي هي القوانين والتعليمات وما إلى ذلك، ستكون حياته هملا ومهمشة وضياع، ولذلك احتاج أن يضع لنفسه قوانين. والقوانين هذه يعني يدخل فيها العرف، يدخل فيها الأمور أو التعليمات الوضعية التي حتى نقول وضعية، يعني تواضع الناس عليها، يعني اتفق الناس عليها بأن نعمل كذا لتسير ونعمل كذا ونعمل كذا لتسير الحياة سيرا يعني صالحا، تستمر فيه الحياة بهدوء وطمأنينة وسلاسة. وهذا الإنسان العاقل أو العقلاء من الناس صنعوا تلك القوانين. وأيضا لنقص الإنسان ولعدم قدرته على اطلاع ما وراء الغيب، وعلى عدم قدرته أو نقصه للاطلاع على أمور كثيرة قد لا يعلمها، احتاج إلى القانون السماوي، احتاج إلى القانون السماوي الذي أتى به الله سبحانه وتعالى للبشرية بصفة عامة على مختلف الأنبياء والرسل، لكي يقول للإنسان أنت في هذا الأمر لا تعلم، وأنا أقول لك كذا وكذا من قوانين سماوية وتعليمات سماوية. لذلك حياة البشر لا تنتظم أبدا إلا بالقانون السماوي ثم بالقانون الوضعي. والقانون السماوي يحترم ويقدر القانون الوضعي، بل ويدعو للعمل به وتطبيقه بما لا يخرج عن إطار الأديان كما نقول، ونحن كمسلمين نقول بما لا يخرج عن إطار الشريعة. ودولة قطر حقيقة لأن دستورها ينص في الدستور على أن دولة قطر تدين بالدين الإسلامي، فمئة بالمئة أن قوانينها الوضعية أيضا لابد أن تخضع في الأطر العامة للقانون الشرعي أو للشريعة الإسلامية، بما لا يتنافى مع احترامها للقوانين التي تضعها هي دولة قطر أو القوانين بصفة عامة، هناك قوانين عالمية يعني. فلذلك هي تحترم كل هذه الأمور. ولذلك أنا دائما وجهة نظري أن دولة قطر تعتبر عالم صغير يحمل فيه الآن كما نرى جميعا، يحمل في هذا العالم الصغير كثير جدا من أصحاب الأديان، طبعا لأن نعلم بأن القطريين مسلمين بصفة عامة يعني كلهم، ولكن الوافدين على دولة قطر والمقيمين في دولة قطر الكثيرين يعني لديهم مختلف الأديان ومختلف الأجناس ومختلف الأشكال ومختلف اللغات وما إلى ذلك، ودولة قطر تراعي هذه المسألة، تراعي مراعاة شديدة، وهذه المائدة تدل على ذلك. لذلك طبعا تلك القوانين
يعني كما قلت سواء يعني القانون السماوي القوانين البشرية مع بعضهم البعض يؤدون إلى سلام الإنسان إذا احترم الإنسان تلك القوانين. طبعا نجد نحن الآن في وضعنا هذا الحاضر أن هناك كثير من الناس لا يحترمون لا القوانين السماوية ولا يحترمون القوانين الوضعية، وما يحدث من إرهاب وعنف وقتل وتدمير هذا مخالف تماما لكل ما نتحدث الآن نحن عنه. نحن نحاول أن نقول بأن لا قوانين سماوية ولا قوانين وضعية تسمح بما يحدث من فساد ومن خروج على إطار السلم البشري المطلوب يعني لنا جميعا. أنا معي يعني نخبة متميزة ستتحدث في هذا الإطار الذي أتحدث عنه. أنا يعني عرفتكم ما عرفتكم على نفسي، أنا عايشة المناعي نائب رئيس مركز الدوحة لحوار الأديان وعميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة ونائب رئيس البرلمان العربي، ولي يعني اهتمامات شديدة جدا جدا، يعني أنا من أنصار الحوار بجميع مستوياته ورقم واحد بمستوى الأديان إن شاء الله. الدكتور جيرماني كونز أستاذ الفلسفة في جامعة جورج تاون في قطر موجود معنا، سيحدثنا عن العلاقة والتأثير المتبادل بين القانون والدين والأخلاق في القانون القطري، يتفضل مشكورا. طبعا نحاول أن يعني لا نزيد عن 10 دقائق بإذن الله إن شاء الله. Thank you. It's a privilege to be invited to speak at this event. I'm a philosopher, not a legal scholar primarily, so I will speak as a philosopher. I recently attended a seminar which was given by a Qatari lawyer, and the topic of this seminar was, what happens if an expat dies in Qatar? What legal documents do you need to have in place in order to make sure your affairs are taken care of? He noted that if a Qatari dies, then the inheritance is covered by Sharia law, which gives very precise directions for who inherits what. Now, of course, Sharia law, or Qatari law, aspires to be Sharia compliant. Muslims, when they're explaining things to us Western expats, they often explain it to us expats that Sharia is not just a system of morality and not just a system of law. It's a comprehensive way of life that covers one, not just one's private moral and religious obligations, but also provides a basis for civil law. This is how Muslims often explain it to non-Muslims such as myself. So there's an intimate connection, it said, between morality, religion, and the law. There's intimately related as the front and back of my hand. And indeed, the lawyer explained to us that the only way a Qatari can prevent his inheritance from being distributed according to Sharia law is to renounce his Qatari citizenship. It's the only way. Seems a pretty extreme step to take, frankly. So it is in Qatar. In many places in the Arab world, the individual may not do as he pleases. He must first obey the morals and laws of the community. In this case, the laws and morality being those of Sharia. Now, I think many Westerners find this to be a somewhat disconcerting aspect of the Arab world, just as I think many Arabs find what they take to be the excessive individualism of the West a disconcerting aspect of the West. And I think, in fact, this is a common understanding of the difference between the Arab world and the West, that in the West, the focus is on the individual and the rights of the individual. These rights override the good of the community, and the community always takes a back seat to the individual. By contrast, goes this common explanation, in the Arab world, the community takes priority. There's no problem in imposing the community's values upon the individual because preservation of the community and its morals and religious values is more important than the individual and the individual's right to do what he or she wants and deviate from important community norms. So this explanation goes,
the West prioritizes the individual, the Arab world prioritizes the community. I think there's something fundamentally wrong about this picture. Community is surely important in the Arab Gulf. I don't think anyone would deny this. But I think it's important in the West too. And I think for us to understand this is for us to, each of us, correct a misunderstanding about how the other functions. Let me give you a small example. Where I grew up, it was common when you were driving and you observed a funeral procession that everyone pulled over to the side of the road. It was a mark of respect for the deceased as they went to their final resting place. This emphasis on community is something that the West and the Arab world have in common, although the way that they manifest it the way that they exemplify this respect for community might manifest in different ways. Now let me tell you two stories to continue my illustration here. The first story is from 2011, and this is very well publicized. After a series of attacks on Copts and Coptic churches, thousands of Muslims from all over Egypt formed a protective ring around Coptic churches to protect the Christians inside who were celebrating Christmas Eve. They're willing to defend their compatriots with their lives. The second story is much more recent. It's from this year, 2015. After a shooting attack on a Copenhagen synagogue, 1,000 Muslims from Oslo surrounded their city's only functioning synagogue to protect it from attack and to show their solidarity. Now, what's happening in these cases? In both cases, a religious minority is being protected from attack. Their religious freedom is being defended, but not on the basis of the right of religious freedom or the right of worship. There's no focus here on the rights of individuals. Rather, in these cases, Egyptian Muslims defend their Christian brothers as fellow Egyptians, that is, as members of the same community. But Oslo's Muslims also stood in solidarity with Oslo's Jews, not as individuals, not as bearers of rights, but as fellow Norwegians. So here you have the same thing happening in an Arab country and in a Western country. But let me focus for a moment on what this means for how community is viewed in the West. Because I think, again, this can teach us something about what the Gulf Arab world and the West have in common. In the West, we recognize the value of community, and our loyalty to our co-nationalists often comes from recognizing them as members of the same community. So what looks like an obsession with individual rights can often come from a very different place. It can come from valuing community and the contribution that different groups make to enriching our national community. So the typical story about how the West and the Arab world are different turns out to be an oversimplification. In the West, community matters. But the way this matters turns out to, the way this works out in actual practice turns out to take a slightly different form from the way it does in the Arab Gulf. In fact, I think there's actually a real irony to this story about the West. The reason that the West doesn't base its civil law on religion actually comes directly from religious reasons. Western nations do and have for centuries share a common Christian culture. But if you look at the major Christian thinkers, Augustine, Calvin, Luther, all of them thought that it was a terrible idea for Christians to try to legislate God's law, because they thought that humans were fallen and sinful, and they would do a bad job of trying to legislate God's law. They thought that was above humans' pay grade. And so they thought the best humans could do was to try to maintain peace and order, and then God would take care of, you know, sorting out who did right and who did wrong. So really, the separation of civil from religious law and the corresponding individual freedoms that this gives rise to doesn't actually come from a focus on the individual. It actually comes from the shared Christian culture of the West. So it doesn't really come from individualism at all. Now I want to make a couple of final remarks. When we describe the principles that underpin our legal system, we should always remember that these principles should be thought of not as descriptions, but as ascriptions. Now, what I mean by this is that they set out goals that we should always be trying to do a better and better job of achieving.
So let me give you an example. Many Americans think of America as the land of liberty. Now, but any American who thinks that of liberty as a description of how America is just going to be lazy and complacent. I mean, let's be frank. You know how America has fallen short of the principle of liberty. I know how America has fallen short of the principle of liberty. When any American uses the word liberty to describe America, they should think of it as what we philosophers call a regulative ideal. That is, an ideal that we're always striving to achieve, knowing that we'll never quite make it. It's always something you should be fighting for, not saying, oh, we're there, we're done, right? Never think of it as a description, always a goal. And so too must anyone who thinks of a legal system that is founded on moral or religious principles. He must not think of this as a description of the legal system, but instead as an ascription, again, a regulative ideal. He must always ask, does my legal system meet this moral ideal? Does it comply with these religious principles? The true patriot does not flatter his nation with false praise, but is always striving to make his nation a better one. And I think seminars like this one are an excellent way of bringing this into practice. Thank you very much. شكرا جزيلا للدكتور جيرمي كونز على يعني ما طرح وما طرحه بمنتهى العقلانية يعني والواقعية، وأيضا شكرا على التزامه بالوقت ويعني الأقل العلاقة بين القانون والأخلاق. وهو طبعا عندما يتحدث عن احترام أو دفاع المسلمين مثلا عن يعني اليهود أو عن كنيسة يهودي أو عن الكنيسة في أي مكان، أنا أتصور ذلك نابع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، عندما هو يعني يعيش ما بين اليهود وما بين المسيحيين، ولذلك يحترمهم ويقدرهم ويقول يعني لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وفي نفس الوقت حينما مرت يعني ذكرني عندما يقف للجنازة، حينما مرت جنازة يهودي فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني وقف احتراما للجنازة، فحتى بعض الصحابة قد ينكرون عليه يقولون هذه جنازة يهودي، فقال أليست روح؟ أليست نفس؟ فهو ينظر للإنسان كنفس وروح بغض النظر يهودي مسيحي لا دين له، مسلم أو ما إلى ذلك. سننتقل إلى الأخ الدكتور عبد الناصر الهياجنة، أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون بجامعة قطر، سيحدثنا عن العرف وتعريفه وأركانه. تفضل 10 دقائق يا دكتور، كن كصاحبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم، وشكرا لمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ولجامعة قطر وللحضور الكريم. نأمل إن شاء الله أن تكون هذه الطاولة المستديرة يعني تقليد مستمر في دولة قطر، يعكس التنوع الحضاري الذي يتعايش على هذه الأرض الطيبة. الحقيقة ورقتي أو مداخلتي راح تكون قانونية بحتة، وإن كان ثمت صلة كبيرة بين العرف والقانون وحتى الدين. في القرآن الكريم وردت إشارات كثيرة لأهمية العرف ولتحكيم العرف في المعاملات التي تنشأ داخل المجتمع. فورد قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي أكثر من سياق قرآني عندما كان يأتي الحكم كان يشار إلى العرف ليحتكم إليه في أكثر من موضع، وسنشير إليها إن شاء الله في معرض العرض القادم.
فعنوان الورقة اللي سأقدمها هو العرف تعريفه وأركانه. فيما يتعلق بتعريف العرف في السياق الاجتماعي وفي السياق القانوني، يعرف العرف بأنه اعتياد الناس على مسلك معين في مسألة من مسائل حياتهم، وهذا الاعتياد يتعين أن يكون قديما ومستمرا مضطردا حتى يتحقق لدى الأفراد الشعور بإلزامية هذا المسلك وبضرورة اتباعه والاحتكام إليه، وحتى الخشية من التعرض للجزاء إنهم خالفوه. فثمت أركان لابد من تحققها للقول بوجود عرف يحتكم إليه ويكون مصدراً للأحكام القانونية. الركن الأول هو الركن المادي، وهو بطبيعة الحال العادة أو الاعتياد الذي ينشأ ويتواضع عليه الناس في معاملاتهم، سواء المالية أو في أي سياق آخر من المعاملات. وأيضا لدينا الركن الآخر وهو الركن المعنوي الذي يضفي على هذا الاعتياد شيء من الإلزام، مسحة من القوة في أذهان الأفراد وفي ذهن الجماعة عموما، حتى يعني يتحقق قبول العرف، ويعني أن يكون العرف في خدمة المجتمع وفي خدمة الأفراد في معرض معاملاتهم. والحقيقة أن أهمية العرف تنبع من كونه مصدراً للأحكام ومصدراً مادياً للقانون نفسه. فقبل بدء التقنين أو تدوين القوانين في مدونات ونصوص، كان الناس يتعارفون على الأحكام بالاستمرار بتطبيقها بشكل تلقائي وعفوي في كل المجالات. فالعرف ناشئ من حاجة الناس له ومن قبولهم من قبولهم لهذا الاعتياد أو لهذا المسلك ومن معقولية هذا المسلك. فالناس تتعارف على ما فيه صالحهم، صالحهم، والناس تتعارف على ما يخدم أهداف التي يسعى القانون أيضا إلى تحقيقها من تحقيق العدل واستقرار المعاملات وحفظ الحقوق. فأيضا حتى يكتمل توضيح المراد بالعرف وأركانه، لابد الحقيقة من الإشارة إلى ثمة شروط يقتضيها المشرع ويقتضيها ويتطلبها القضاء للاحتكام للعرف. فيتعين ابتداء أن يكون هنالك اعتياد على سلوك معين، وأن يكون ثمة عمومية في هذا الاعتياد. فالسلوك المنقطع أو السلوك الفردي الذي يمارسه فرد أو مجموعة قليلة من الأفراد لا يكفي الحقيقة للقول بوجود عرف يحتكم إليه عند النزاع. لابد أن تتحقق في العرف صفة العمومية، والعمومية هنا مثل ما هي عمومية للقانون أيضا ذات الاعتبارات تؤخذ في عمومية العرف. قد يكون العرف عاما لكافة أفراد المجتمع أو لأبناء حرفة معينة أو لأبناء منطقة معينة وهكذا. أيضا لابد أن يتحقق في العرف القدم أو شرط القدم، ويقترن بشرط القدم الاضطراد أو الاستمرار، بمعنى أن يكون قد مضى أو مضى فترة من الزمن، فترة معقولة لنقول من الزمن تكفي للقول بأن ثمت سلوك نشأ والناس اعتادوا عليه وهم يشعرون بإلزامه. القدم والاستمرار من المسائل التي يقدرها القضاء، مسائل موضوعية قد تتباين بشأنها الآراء، قد يتطلب القضاء فترة طويلة بالسنين، وقد يعني يتطلب فترات أقل خصوصا في بعض المعاملات الحديثة كالتجارة الإلكترونية التي قد ينشأ فيها العرف خلال يعني فترات وجيزة وهكذا. الأمر مرده للقضاء أن يتحقق من وجود عرف، وأن يقدر القاضي أن ثمت قدم واستمرار لهذا المسلك حتى يحتكم إليه. ويجب الإشارة إلى مرة أخرى أن العادة المنقطعة لا تشكل عرفا يحتكم إليه. العادة المنقطعة التي تمارس مرة واحدة أو مرات قليلة لا تسمح بالقول بأن الناس
يعني قابلين أو قبلوا هذا السلوك واعتادوا عليه وهم يرتضونه في معاملاتهم مرة تلو أخرى. لابد أيضا أن يكون ثمة شعور بالإلزام، وهذا هو روح العرف الحقيقة، روح القاعدة العرفية، أن يكون لدى الأفراد قبول وخضوع حتى لتطبيق القاعدة العرفية، خوفا حتى من على مصالحهم أو خوفا من الجزاء الذي قد يطالهم، بحسبان أن العرف إن تحققت فيه شروط مجتمعة فهو قانون واجب التطبيق. أيضا لضمان فكرة المشروعية ومبدأ المشروعية في المجتمع، لابد أن يكون العرف غير مخالف للنظام العام للمجتمع والآداب العامة للمجتمع وحتى للقوانين ولنصوص التشريع. هذا الشرط يتعين أيضا تحققه، فلا يقال بأن عرفا موجود إذا كان المعتاده الناس مخالف للقانون أو مخالف لنظام المجتمع العام أو لآدابه العامة ضمن السياق والمفهوم القانوني. فمثلا عادة الأخذ بالثأر لا ترتقي لمستوى العرف الذي يحتكم إليه لأنها مخالفة لنصوص القانون ومخالفة أيضا لفكرة النظام العام. الآن ما هو الدور الذي يلعبه العرف في التشريع؟ الحقيقة كما ذكرت قبل قليل، قبل التقنين، قبل كتابة القواعد القانونية في التشريعات، لم تكن للناس وسيلة يحتكمون إليها عند الخصومة إلا بالأعراف السائدة، فكان من يتولى القضاء بين الناس يتحرى وجود هذه الأعراف ويطبقها للفصل في هذه المنازعات. وعندما جاء التقنين استلهم المشرع الأعراف السائدة في المجتمع وفي لدى أصحاب الحرف وفي الأماكن المختلفة في البلاد، فاستلهم هذه الأعراف وقننها في نصوص قانونية. هذا ما نطلق عليه الحالة أن يكون العرف مصدرا ماديا للقانون. يعني من أين جاء النص القانوني؟ هو إما أن يأتي من الشريعة الإسلامية كما هو الحال في دولة قطر، وإما أن يكون من الأعراف، من السياق الاجتماعي والثقافي والديني والسياسي والاقتصادي الذي يسود في المجتمع. فالمشرع لن يبتكر قاعدة قانونية غير مألوفة وغريبة كلية عن المجتمع، بل سيسعى إلى تقنين الأعراف وبالذات الأعراف الصالحة والتي تواضع الناس عليها فترات من الزمن. أيضا المشرع عندما يضع القواعد القانونية يراعي الأعراف السائدة، يعني هو يقننها